السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أغمض عينك يا أخي الكريم وركز معايا وفوض أمورك لله جل وعلا، وبإذن الله تختفي جميع أعراض السحر والعين والحسد منك وتشفى بإذن رب العالمين. وأرجو أن تعيد الاستماع لهذه الرقية قبل نومك وتكون على وضوء بإذن رب العالمين، وربما ترى رؤيا بعدما تستمع إليها فاكتبها لي. هل أنت الآن جاهز للاستماع؟ قل توكلت على الله وأغمض عينك معي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين تنتفخ المعدة الآن بأمر الله بأمر الله أي سحر في المعدة تنتفخ المعدة الآن ويسحب هذا السحر لليد اليسار الآن تنتفخ المعدة الآن ويسحب هذا السحر لليد اليسار خليك مغمض عينك لا تفتحها تنتفخ المعدة الآن ويسحب هذا السحر لليد اليسار يسحب لليد اليسار يسحب 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 لليد اليسار الآن تنتفخ المعدة الآن ويسحب هذا السحر لليد اليسار يسحب لليد اليسار تختفي كل الآلام اللي في المعدة بأمر الله تختفي كل الآلام اللي في المعدة بأمر الله تختفي كل الآلام اللي في المعدة بأمر الله تختفي كل الآلام اللي في المعدة الآن بأمر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يولع السحر اللي في المعدة بأمر الله. يولع هذا السحر ويبطل بأمر الله. يولع السحر اللي في المعدة ويبطل بأمر الله. يولع هذا السحر بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباد ومن شر همزات الشياطين وأن يحضروكم. أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر توارق الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقي يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضروكم. اللهم إني أعيذهم بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك. أعيذكم بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ ومن كل ذي شر لا تثيقون شره ومن شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذهم بك من شر أنفسهم وشر الشياطين وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسبنا بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. تسحب كل الأعراض اللي موجودة في الجسد بأمر الله. اكتب لي يا أخي الكريم اللي حسب بي أسفل هذه الرقية واستمع إليها دائما على وضوء وكررها تشفى بإذن رب العالمين.